السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض موقع كويس جدا اسمه كليك اب. النهارده هنتكلم ازاي نعمل تسجيل فيه، لان هو وانت بتسجل فيه بتحس ان هو الموقع مختلف وبيطلب منك معلومات زيادة. طيب الموقع عبارة عن ايه؟ تنظيم للشغل بتاعك وحياتك والمواعيد، وتربط المعلومات وشغال بتقنية اللين مانجمنت، قصة كبيرة يعني. طيب اول حاجة بتعملها بتسمي الورك سبيس بتاعتك، وبعد كده بتعمل كاستمايز للشكل، وممكن حتى تطلع صورة مثلا. خلينا نختار كده صورة مثلا، طيب وبعد كده بقول له ماشي، وبعد كده بيقول لي كام واحد انت بتشتغل معاهم. تمام، حط الايميلات بتاعتهم بعدين مفيش مشكلة. طيب بعد كده بيقول لك كاستمايز هاو يو ورك باي انيبل كليك ابس، ايه الحاجات اللي انت بتحب تشتغل بيها. طبعا بالنسبه لي الوقت، تايم تراكنج، السبرينج، مايل ستون، تاسك. لو انت في حاجه انت مش محتاجها شيلها، يعني ما تشتتش نفسك كتر الحاجات مش صح. طيب ايه البرامج اللي انت بتشتغل بيها؟ انا بشتغل تقريبا عليهم كلهم، بس انا بالنسبه لي دول كويسين محتاجهم. طيب دول الاختيارات دي كويسه، انا اخترتهم قبل كده يعني. طيب عايز تعمل امبورت لبعض التاسكات؟ انا اغلب شغلي على تريلو. تمام خلاص ماشي. مندي من الموقع اللي اشتغلنا بقى في الشغل بس ما بحبوش. تمام ده زيت. بص بقى يا سيدي الفاضل، هنا بيبدأ يشرح لك الشغل. يعني تقدر تلاقي هنا الليست بورد، لما تقدر تعمل ليست وبورد زي ما انت عايز تسميها مثلا. تمام هتحط بقى تو دو ودن وكل اللي انت عايزه، هنشوفه مع بعض ان شاء الله. تمام هنا تقدر، هنا من فيو تقدر تختار مثلا عايز جرانت بالشكل دوت، عايز تايم لاين، عايز بوكس، عايز تيبل، عايز مايند ماب، ورك لود. ممكن تلاقي موقع بيعمل واحدة او اتنين او تلاتة، انما الموقع ده ما شاء الله عليه شامل كل الحاجات دي كلها مرة واحدة. فبدل ما انا كنت مشترك في كذا موقع عشان انظم الحاجات بتاعتي، لا كلهم بقى موجودين في مكان واحد، وتقدر تشوف مثلا الزوم، وتقدر تشوف البرامج اللي انت بتشتغل عليها، تزود تاسكات زي ما انت عايز. فالموضوع كويس جدا، ان شاء الله هيبقى فيه اكتر من فيديو بيشرح ازاي نتعامل مع كليك اب، وان شاء الله تلاقي احسن من كل البرامج التانية.